صافي راكبين كان يعني هذيك الالعاب هذيك اللعبه هذيك اللي نمشي اول مره نلعبوها ولا حنا دائما كنلعبوا فيها. المهم في واحد اللقطه زادت الصوت ديالها السرعه ديالها زادت السرعه ديالها وقفت يعني هي كدور دايره صدقات كتدور واقفه صافي تما كنسمعوا الضربه الضربه الاولانيه في الكاروسه الاولى اللي قدامي انا الضربه الثانيه جات فيا وجات فيا الضربه صحيحه يعني تسيبت وبقيت واحد 3 دقائق ولا 4 تقريبا فاقد الوعي الساعه اللي في طنط جبرت راسي من الرسم من رجلي ومن يدي موجهي الحمد لله على كل حال اخي هادشي اللي كان تقريبا شي ربع ساعة على حسب مدينة عامرة تينا عارف صيفية والدنيا عامرة ما يقدرش لومبيلونس تجي وخا تعيات تكلاكسوني وخا تعيات المهم بقينا شي قسماين تقريبا ولا 4 ساعة علاين تكون شي 11 دقايق 12 دقايق اللي عملوا هادشي ومن اللي جاو جابونا السابينة في وسط لابيلونس وزائد ما كاين اودي الله يديم خلقوا السالم احنا صابرين مع هاد الناس ولا بغاو يصبروا معنا حتى هما خا الكابلة بقات كدور بينا ومن وقفت هيدا هي كتقدر هيدا وكتوقف من وقفت هيدا حتى دوك اللي قدامنا ضربوا في هذاك الدرع ديالها لا ديالها وحتى هنا ما قلت لراسي يعني تضرب تضربنا في هذاك تسيبنا بنادم مسيب وهي بقات كدور اللي كيوصلنا داك الدرع اللي كتهز به كيتضرب فيه وكيتسيب وهي يعني ضربت الدورة هيدا وبنادم مسيب مضروب مسيب وهي باقا كدور وجوج العواول واحد العائلة حاصلين الناس كيبغيو يوقفوها وهداك ما كتوقفش بقات تهزتني لابيلونس ومشيت توصلنا بواحد الإخبارية في الساعة الحالية 11 وربع بأن واحد كاين واحد الحادثة ديال المانيج ديال في الألعاب تسقبنا على إثرها 20 حالة في الحين تم كان جميع الاطقم الطبيه اختصاصيين في جميع الاختصاصات المتوفره في المستشفى كانت حاضره على المكان من 20 حاله المستقبله 18 حاله خرجت يعني تم اخلاء السبيل ديالها بالتريتمون ديالها بالعلاج المتكرر تم احتفاظ بشخصين جميع الحالات ما كاينش حالات اللي في ديال الاطفال حالات جميع الاطفال جميع الحالات ديال البالغين جوج الحالات اللي بقى عندنا في المستشفى ديال تحت الملاحظه الى الغد ان شاء الله وما كاينش شي خطر ان شاء الله.